بعدما كان شراؤها والاستحصال عليها حلم الكثير من اللبنانيين في أيام العز لتأمين قوت يومهم واستشفائهم وضمانهم الاجتماعي، فقضت اللوحة العمومية الحمراء اليوم معظم امتيازاتها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، ما يدفع عددا من السائقين إلى التخلي عنها وبيعها حتى وصلت أسعارها إلى أدنى مستوياتها. كان حقها 52 ألف دولار لل 7000، ما حدا عم بيشتريها، يعني في كتير بدي بيعه وما حدا عم بيشتريها، ما لها قيمة. كان أول شيء العالم تركه وتشتريها لتنضمن تأمن مستقبلها ويستفيد من الحكمة من وراها، هلا ما في شيء. كان يستفيد من الضمان بالأول وكذا، هلا الضمان غلى التعريف والتسعيره وما عم يستفيد شيء، يعني عم يحط من جيبته وما عم يستفيد منها شيء. فكر تبيع نمرتها؟ إذا صح اللي بيعي بدي بيعها، إيه بدي أخلص من المسعى، صارت مسعى بتقري. السائقين الأغلبية بلشوا يفكروا إنه يتخلوا على المصلحة، يشوفوا شيء يقدروا يعتشوا منه. لها عمومية كانت تشتري شقة بالماضي، اليوم لها عمومية ما بقى، يعني شو قيمتها اليوم؟ ما إلها قيمة، 7000 دولار النمرة اليوم. القائمون على قطاع النقل العمومي أكدوا أن كل لوحة حمراء يتم بيعها تذهب إلى سائق آخر، وبالتالي لا تأثير مباشر على عمل القطاع، مصوبين المسؤولية على الدولة المتقاعسة عن تطبيق القانون. بيع النمرة مش معناتها التغت من السوق، ما أنت بعتني لوحتك، بعتني لوحتك لأشتغل عليها، يعني السوق بالنسبة لحركة السائر وحركة عمل السيارات العموميه ما راح يتغير. يعني اذا بسام بيع لوحته هذا لا يعني انه هاي اللوحه انشالت من تداول من العمل بالسوق، بس بكل الاحوال بالسوق ولا مش بالسوق عم تشتغل ولا شو ما كان، ما لم تقوم بواجباتها الدوله بتطبيق القانون وقمع المخالفات لحمايه هؤلاء صرخ بتضل طالعه. اللوحة العمومية الحمراء تعرض اليوم في السوق ب6000 دولار بعدما كانت تباع قبل الأزمة بعشرات آلاف الدولارات، ما اعتبره طليس أمرا بديهيا يحصل جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني امتيازات اللوحة. أوكي، كانت مزبوط بسعر، صارت بسعر، كانت بسعر لما كان دولار 1500، صارت بسعر لما يعني ما توخذني يعني 45 ألف دولار. قداش كيلو؟ تقريبا 6 مليون 70 مليون. 6000 قداش اليوم باللبناني؟ 54 مليون. شو يعني 540 مليون؟ كمان هاي قيمة الليرة أشهطت مقابل الدولار، الدولار طلع، يعني ما بدي فوت حالي بحسابات وقضايا مالية وغير مالية، بس بدي أقول لك إنه صرخت أي سائق عمومي رسمي شرعي قانوني أنا بشوفها محقة 100%. يتخوف بعض العاملين في القطاع من محاولة طابور خامس لسحب اللوحات العمومية من الشارع بأسعار زهيدة استغلالا لمعاناة السائقين، كي ينشئ منها سوقا سوداء لبيع اللوحات لاحقا بأسعار مرتفعة.